إذا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم. تحية طيبة مشاهدي منصة ترند الكرام، متابعي ومشاهدي منصة ترند الكرام، حياكم الله وبياكم. اليوم بحول الله تعالى لننقل لكم بشكل مباشر تفاعل عمال شركة شنقيتل المفصولين هون من أمام مبنى الشركة، والآن مع كلمة مسؤول. على راحتكم. دارين عدل العيسى تعدلون شوفوا عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. جينا اليوم في إطار حركة كفانا كتعبير صادق عن الدفاع الوطني، الدفاع الحقيقي الجاد عن المظالم الوطنية وعن مظلمة عمال شركة شنقيتل. هذه المظلمة اللي هي مظلمة إنسانية، مظلمة قانونية، فيها تعدي للقانون الموريتاني، وفيها تعدي للاتفاقيات، وفيها تعدي للمواثيق، وفيها تعدي آخر على كرامة المواطن الموريتاني، كرامته الإنسانية، عن ينقبوا خيرة شباب موريتاني وخيرة مهندسين موريتاني وخيرة نخب الموريتانيين، وتقبلهم شركة شنقيتل ويقبلهم السودانيين ويمرمدوهم، ونحن قاعدين روسنا حدش. نواب برلمانيين، وزراء، رئيس الجمهورية، رؤساء الأحزاب السياسية، القوة المدنية، ما وقفت اليوم مع مظلمة شنقيتل، ما تاتي توقف مع مظلمة أخرى. مظلمة شنقيتل مظلمة فيها ياسر من الأبعاد، فيها تحدي لسيادة الدولة الموريتانية، فيها تحدي للقانون الموريتاني، فيها تحدي الشباب موريتاني، فيها تحدي للنخب الموريتانية. وجينا اليوم في التعبير كرسالة أولى قدام شنقيتل، لياك نتضامنوا مع هذه العمال المفصولين، فصل تعسفي خارج على القانون، وإدارة الشغل قاعدة وتخرس وتتفرج عليه، والوزارة الوصية قاعدة، ورئيس الجمهورية ما فاتحرك شيء، والحكومة ورئيس الوزراء والناس البيدات اللي فيهم متسم إنهم ما فاتوا تكلموا. هذا لا نقولوا عنه كافي منه، وعن هاي القضية اللي عاد متخيل لهم عنا لا يسكت عنها، عنا ما نساكتين عنها، ولا تقد قوة حقوقية ولا قوة مدنية ولا قوة سياسية مهتمة بالمواطن الموريتاني بيليه في بعد اقتصادي آخر، عن ينقبوا مواطنين ينقطعوا رواتبهم. معناها شنو؟ معناها عن ضاعوا أسرهم، معناها خطاب التشغيل اللي كان يقول رئيس الجمهورية ما يعمل، معناها خطاب رئيس الحكومة عليه الصد. العود كانت عندنا مادة تشتغل، تقبلها شركة سودانية لها 15 عام، تقبل اللي عند الشعب الموريتاني واللي عند كل مواطن موريتاني، محصله بصقيل الجيرات، والله محصله بالطلبة، والله بالصدقة، ما يقدر يقاش يتكلم، ما مدخلين هي وقيات، وهي تشرد أولاد موريتاني متحديتهم، عنجة مدير جديد ويختار يلعب خيل ذا كامل، يدور يوقف وندور نقول له عينينا ما هو في قذيتنا عن ذا كافي منه، وعنه ما هو مقبول، وعن تحدي المواطن الموريتاني على الأرض الموريتانية عنه كافي منه. لا، الرسالة الأخرى نقولوها لسفارة السودان، ونقولوها للدولة السودانية،
عن السودانيين موجودين في موريتان يشتغلوا في المعادن ويشتغلوا في الشرايك ويشتغلوا في السفارات هون ويشتغلوا في المطاعم ويشتغلوا في الريستورانات ويشتغلوا في شرايك النقل، وعنا نحن وهم بيننا شفت اخبار وهذه تلازيه ونعطيها الناس عنده يراعوا. من يعود السودانيين يتحدى اولاد موريتاني، يتحدى مهندسينا، يتحدى دكاترتنا، يتحدى مثقفينا، يتحدى نخبنا، ونحن قاعدين ما بين نتكلموا. الرساله الاولى لا اليوم قدام شركه، هم رسائل اخرى قدام السفاره وقدام الوزارات، وهم تحرك ميداني وشعبي. يا الله المدونين ويا الله الصحافه ويا الله النخب ويا الله رؤساء الاحزاب ويا الله النواب البرلمانيين ويا الله العمد ويا الله اطوي الموريتاني كاملين يعرفوا عنهم عليات وهم الشاشره ما كان عندهم باش يتعشى ولا عندهم باش يتقدم. شنو البدايل؟ اننا نحتكم القانون، القانون اللي خلق فيه مخالفه صريحه للقانون وفعل تعسفي. والله لا نحتكم الحق الشعب الموريتاني، كافي من اهانتنا وكافي من دوس على كرامتنا وكافي من تحدينا في بلدنا وكافي من نهب خيراتنا وتمشي تشهر الخارج واولاد موريتاني ما هم قادرين يحوروا فيها والعليات وكما كافي مراجلهم وشاشه يزرقوا صكاتهم. قلت نحن الويل اللي فيه انه نعود اولاد موريتاني ما هم قادرين يوقفوا معاه ولا هم قادرين يوقفوا معناها عندنا قدام تحدي. رئيس الجمهوريه هو يتحمل المسؤوليه، رئيس الحكومه والوزير الحالي هذه يتحملوا الرسائل. نقولها هون باسم حركه كفاله باسمنا عن القضيه داعمينها وعن ذي المظلمة واقفين معاها وعن الموريتاني يعرفوا اللي فيك والنظام يعرف اللي فيك وعن القضيه طالبين بتسويتها بشكل مستعجل وعن العمال يرجعوا لبلاداتهم ويفاوضوا معاهم ويسترجعوا جميع حقوقهم كامله غير منقوصه. هذا هو اللي لا نقوله اليوم وهو اللي لا نقوله الصبح. وراهم مالكم ذبتوا جدارتهم باللي هاي الوقفه الدور تعود الوقفه السابعه ولا الثامنه معناها عنهم قاطعين فيه والعليات قاطعين فيه والتركه قاطعين فيه والرجاله قاطعين فيه، معناها عن الدوله الموريتانيه هي اللي يلا تتحمل المسؤوليه. نحن ما طلبنا محمولة شر السودان، نحن ندور حمايه في موريتانيا في بلدنا. منين يعود قانوننا ما بيحمينا؟ والهيئه الوطنيه للمحامين ما فات علمت موقف؟ هذه مظلمه من المظالم اللي الله يطوعوا لها المحامي. ما يا الله يعودوا عمال مفصولين ومقطوعين اخلاصاتهم وماشيين ملي يدبروا في محامي اياك يرفع قضيته. هذا راوالكم شين ويوجع وشين على الشعب الموريتاني. نقدم من هو الرساله للمدونين والاحرار والنشطاء والنشطاء عن يا الله تبدا حمله مقاطعه لشركه شنقتل. وانا بعد تعادلكم والناس اللي تسمع لي عنها والله قاعد ترفع من اولاد كونكتيبي. منين تخلق حمله مقاطعه حقيقيه؟ هاو الخلطه دور يحلوا عينيهم ولا طاح الناس ندوراعوا. معناها الامور يلا تعود واضحه وصريحه في اطار القانون وندوروا شيء لا في اطار القانون، معناها مطالبين بالحل السريع. هذا هو اللي نطالبوا به وهذا هو اللي جينا لهذه الوقفه لياكم نقولوا لياكم نعبروا عنه بقوه ونعبروا عنه بشجاعه وقابلين العهد عنا ملتزمين فيه وماشيين فيه لقدام ولا عينينا ما مفقفيتنا. ومطالبين المدونين في الداخل وفي الخارج والصحافه الاستقصائيه والمهتمين عنهم يقبضوا الموقف وعنهم وعننا نتوحدوا كاملين في قضيه راي عام. هاي قضيه راي عام هاي اليوم قضيه موريتانيا كاملها. هاي اليوم مظلمه، هاي اليوم تنقاس عمال، هاي اليوم تدمير اسر، هاي اليوم تدمير مستقبل الشاشره الصغيرين يقراوا المدارس. هاي اليوم قضاء على حلم خيرة ابناء هذا البلد ولا بد ان نوقفوا كاملين قدامه ونتوحدوا من اجل رفع الظلم. شكرا جزيلا. سؤال سيد الرئيس. اي والله صوت المواطنين. سيد الرئيس حركه كفاله الحركه الوحيده توقف لانه من القضاء. بدري كانت الدوله قطعيه تفاعلت معاكم مظلمه واقفين فيها كانت قطعيه حدت مشاكل شنو القضاء اللي دون حركه كفاله توقف. ذي المظالم كاملين ذي فتنه جيناها انتم الشهود عليها وهذه الصحافه اللي هون شاهد على قدر منها الا 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 تعاملوا معاها وسواوها في اطار القانون. وهي مظلمة قد تعود مظلمة جديدة باللي تعدي دولة أجنبية على المواطنين الموريتانيين، معناها عنها فيها جزء كبير قاع من السيادة الوطنية وطالب الناس في الرعنة توقف فيها. ونحن بعد هذا موقف هذا موقفنا الرسمي، معناها عندنا لا يناضلوا من أجله ولا ينحضروا جميع الوقفات ومنين وداعين حملة المقاطعة يطير دور النشطاء عنهم هم اللي عدلوا حملة المقاطعة. نحن كإطار سياسي وحقوقي قد يعود ما هو دورنا حالا يقير داعمين وبعد وداعين الناس على تمشي فيه باللي هو التوجه اللي لا يعود حاسم ولا يعود قطعي. نحمل المسؤوليه نحمل المسؤوليه للسلطات الموريتانيه للدوله الموريتانيه واداره شنقتل. المدير الحالي شنقتل هو اللي يتحمل المسؤوليه ولا عاد عنده لوبيات من الشركاء الموريتانيين يعرفوا عنه
هذه تمتيته الدور توقف عند حده وعن ما إلى تمشي بالطريقة. مدير العام شركة شينجتن مدير جديد هو اللي يتحمل المسؤولية القانونية، هو اللي يتحمل مسؤولية تحدي الشعب الموريتاني، ونحملوا المسؤولية ونحملوها. وطالبين الكوادر الموريتانيين اللي ما زالوا في شينجتن عنهم يضربوا وعنهم يوقفوا مع أخوتهم وعنهم يعرفوا عنهم منين ما يعدلوها لا يتعدل لهم الصبح، وحينها لن ينفع الوصل. معناها عنا يلا اليوم كاملين نتوحدوا، والرساله ما الا تشينجي تلقى واحد الموريتل والماتل جميع. شوف دوله الموريتانيه وقبل اموال الشعب الموريتاني ولا بقات على حد 100 وعادوا ينقصوا عماله نهارا شهرا. وهذا اللي عنه موقف، هو موقفنا وصريحين فيه واضح. ادرو جهتنا لا واحدة. ايوا انا اعطيك مساعدة تعدلوا هذاك هو البيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. نحن هون اليوم في هذه الوقفة التضامنية من أجل رفع هذا الظلم، من أجل تأكيد أن هذا القرار الجاري لتخطيط إدارة شينجتن الجديدة قرار ظالم، قرار تعسفي، قرار غير قانوني. ونحن كعمال شركة شينجتن محترمين، نحن كمناديب شركات الاتصال، ونحن كأطر موريتان، ونحن كشباب موريتان رافضين ذا القرار رفضا باتا. ونؤكد ان ثقتنا في القضاء الموريتاني وثقتنا في قضاء الشغل الموريتاني ثقة كاملة، وان شاء الله سننال حقوقنا كاملة. نحن طلبنا الوحيد للا رجعة عنه هو ان هذا القرار الجائر الظالم تراجع عنه شركة شينجتن. هذا القرار اللي لا يؤدي الى افلاس هذه الشركة. شركة تقول عنها شركة كانت مفلسة، والله كانت عندها مشاكل اقتصادية كذبت بيها شركة شينجتن، ما قطعت عندها مشاكل اقتصادية. يا الاخوة نحن نعرفوا عن سودات السنغال خسرت وفلست، يا غارنين قاموا ينقزوا عمالها، قام الدولة السنغالية وقفت والقانون السنغالي وقف وقالوا عنه ما ينقز بلانتون مازال فيها سوداني قاعد. نحن هناتية هاي السيادة الوطنية، يا السادة الموريتانيين، يا سياسيين الموريتانيين، يا قادة الموريتانيين، يا القضاء الموريتاني، نحن هون من أجل رفع هذا الظلم. ياتكم انتذبتوا هذا الثقة اللي عندنا في قضانا، يا الله ينذبت. نحن عندنا قوانين الشغل، لماذا تجي إدارة جاية يامس؟ هذا أطر اللي منقزين مؤسس عليهم شركة شينجتن، من أوائل عشرات اللي اكتتبوا في شينجتن هذو الناس اللي منقزين هناك اليوم، اللي هم أصبح 15 سنة زايدة 16 سنة من 2007 هم يشتغلوا إلى اليوم. شينجتن هم اللي موقفين على مواقفنا، شينجتن اللي حقتش بفضلهم بخبراتهم بإنجازاتهم بتضحياتهم. ما يلا جي المدير جاي يامس ما يعرف حد جاي من منين، يقول نحن عندي سياسات جديدة وعندي أمور جديدة وعندي قرارات جديدة وعندي مادة جديدة نقدر نشتغل بها، ما يصح. ولا نقابلينه ورافضينه ولا يتم رافضينه. وطلبنا الوحيد عن هذا القرار الجاي يتم تراجع عنه بالحسنى، والا هو اكيد يتراجع عنه. غير احنا مازلنا طالبين عن يتم تراجع عنه بالحسنى، من ما يتراجع عنه بالحسنى دور يتراجع عنه بالقوه، دور يتراجع عنه بقوه القانون، دور يتراجع عنه بقوه الشعب، دور يتراجع عنه بقوه النضال. نحن لن نسكت، لن نسكت على هذه الاهانه، لن نسكت على هذا الذل، لن نسكت على هذا الظلم، نحن لن نسكت على اي من هذا، هذا ظلم افترنا منه، هذا ظلم كافي عن شرائك تم تصدماء الموريتانيين، شرائك تم تصدماء الموظفين، رواتب متدنية وكل شيء ما هو خارج تالي من تالي. قال لك نحن مستغني عن خدماتكم بجرة قلم. جي واحد ما عنده أي فكرة، ما عنده أي شركة، وأسد على دماء موظفين، وأسد على أعراق موظفين، وأسد على جهود موظفين. هذو الكوادر اشتغلوا ليل ونهار، هذو الكوادر فيهم شيء يعطي سنتين ثلاثة ما قبض عطلة ولا قبض إجازة. من أجل ايش؟ من أجل توقف شركة شينجتن على مواقفها، من أجل شينجتن تحقق مكان للي محقق شينجتن الآن في السوق الموريتاني حقين وفضل. هذو الناس هم اللي كانوا على المبيعات، هم اللي كانوا على الهندسة، هم اللي كانوا على ريزو، هم اللي كانوا على ماركتينج، هم اللي كل شيء كانوا موجودين فيه، هم اللي كانوا قايمين به. تقوم يجي مدير جديد
انا اللي نجيب قرارات جديده، انا اللي نعدل. والله عندك ما دخلت تقدر تجيبها ياك تمشي بهذا. نحن ما لنا اللي نقبله ولا هو اللي يمشي علينا. ورا يا سياده مدير العام شنقتل هذا القرار الجاهل تعسفي ظالم، رأياتكم تراجعوا عنه بالحسنى، زالت قادرة تراجع عنه بالحسنى، وإلا نحن لن نصبر على هذا ولن نسكت على هذا، وسيتم تراجع عنها وبكل كل شيء كل شيء من أجل إحقاق هذا الحق، كل مصيبة تهون. والسلام عليكم. شكرا. انا تم تقول لنا الاسم والصيغه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس سيد أحمد الفيلالي أحد المناديب الذين تم فصلهم. استلمت رسالة الفصل يوم 31 يناير 2022. استلمت لأني أعرف أن الفصل تعسفي. بدأت في الإجراءات القانونية، وهي الطعن لدى وزير الوظيفة العمومية والعمل. ودعت الطعن بالأمس يوم 3/2/2022. الآن الأمور أصبحت واضحة. الأمر الآن لدى وزير الوظيفة العمومية والعمل، معناها لدى الحكومة. أنا من هذا المنبر أطالب الحكومة بإنشاء لجنة تحقيق تثبت ادعاءات شنقتل أن لديها صعوبات اقتصادية، لأنه في ضمن الرسالة توجد أن لديها صعوبات اقتصادية وإكراهات تسييرية. أول مرة نسمع بإكراهات تسييرية أنه يعاقب عليها الموظفون أو يفصل عليها العمال. من ناحية أخرى الأسباب الاقتصادية لا يفصل عليها المناديب، المندوب حسب المادة 67 من مدونة شغل هو آخر من يفصل من العمال، وهذه أيضا تعدي على القانون مدونة شغل، تعدي على القوانين الموريتانية. المسألة الثانية أنه الدولة والجهات المعنية الآن أصبح لديها الملف الآن، هي ممكن أن تنشئ لجنة تحقيق ولديها الخيار في ذلك، لجنة تحقيق من خبراء ماليين وقانونيين. أنا أطالب بذلك أيضا، أن هذه اللجنة تثبت ادعاءات شنقتل في أن لديها مشاكل اقتصادية. المسألة الثانية هي الرسالة اللي ماشى وعدة النقابات العمالية. النقابات العمالية إن لم تتحرك من اليوم بعد فصل المناديب فلن تتحرك، لأنه المناديب أصبحوا في خطر، العقود الدائمة أصبحوا في خطر، معناها لا أمان وظيفي بعد اليوم في الوظيفة العمومية ولا في الوظيفة الخاصة، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص. وبالتالي على النقابات وعلى المناديب وعلى العمال أصحاب العقود الدائمة أن يتحركوا كي يحموا أنفسهم. نحن خلاص، المهم هم يحموا أنفسهم، لأنه هذا ما يتكرر ولا يخلق ولا يمر بالصيف. وانا ناكد لكم عن هذا اللي وقع في شنقتل، اذا تسكت عليه ولا يعاقب الناس اللي معدلينه والمجموعه الضيقه اللي عدلتوا عنه، يدور يجري على ماتل وعلى موريتل وعلى جميع المؤسسات الخصوصيه ذات الطابع الاستثماري. الرساله الثالثه مشيها لعمار شنقتل. اقول لعمار شنقتل، للذين منكم يناضلون ويدافعون عن شنقتل كمؤسسة أنها تحترم القوانين الموريتانية ويشيدون بنزاهتها وباستقامتها،
وباحترامها للمساطر القانونية وبدعمها للاقتصاد المحلي. أقول لكم باختصار شديد وبالمختصر المفيد، تذكروا جيدا هذه التواريخ: 21/12/2017، 26/12/2017، 29/12/2017، وفي وقت لاحق سنسمي الأشياء بمسمياتها كما قال الإخوة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتكلم الباشا رئيس مجموعة كفانة بسادة. احنا جينا اليوم نتضامن مع هاي الاخوة المفصولين فصل تعسفي من شركة شنغيتل. نتضامن معاهم في هذا الظلم اللي نحتسبوه بين، لان ما من المعقول ان تعود شركة كيف شنغيتل عملاقة تتوفر على جميع الخدمات على مستوى التراب الوطني، ولا عندها من العمال يكون يلحق 200 رقاش، تعود عندها مشكلة اقتصادية وحلها بفصل 20 إطار من الناس اللي كانت بانية شنغيتل واللي وقفت معاهم. احنا هون لا نقول للمواطنين الموريتانيين عن هاي التجربة وعن اتحاد المواطنين على المحك، لا إما نعودوا عارفين عنا حقوقنا ما لا يردها لنا رقاش، يكون اننا نقوموا باعمال موازيه من اجل ذلك. احنا مجموعه كفانا فسادا استضفنا الاخوه وقبلنا هاشتاج ندوروا مقاطعه تامه لخدمات شنغيتل على مستوى التراب الوطني. فتنا حصلنا 175 رقاش كلها احرق على الهواء مباشره أبن ماشين قتل، واللي فيها وقف وهذا مستمرين فيه، وندور الناس كاملة تعرف عن شين قتل إلى عادة داير على الوجه. أنا عندها مشاكل مادية، احنا هدفنا أن نحصل على 1000 مشترك بشين قتل أنه يقاطعوا هاي الخدمات. هم راديئات خدمتهم كاملة شرائك اتصال رادية إذا عنهم يقدروا يقاطعوها. اي تعود شنغيتل تعرض عنها مصالحها في خطر، الدوله تراجع مواقفها. بس من حاله نعود في الدوله وتعود سياستها هي تشغيل في 5 سنين كما يقال 100,000 شخص، ويعود الشرائك الاجنبيه اللي هيلوا من خيرات الدوله واللي ما خلاوا دار، ما خلاوا اسره ما فقروها، لان كل رقاش كان كل بيت داخلين وهاي التواصل الاجتماعي اهله ما تلاقوا عارفين الطريقه اللي لا يصيروا بها على صايرتهم، عادت عندهم صاير التلفون. بس من حاله تقدر تعود شركه لكيفتها فيها اقل من 200 شخص، تعود لا تعود حلها مشاكلها الاقتصادي بتسريح 20 اطار من الناس اللي بانيتها. ذيك المناسبه انا من نفسي والمجموعه اللي نفس اللي هي مجموعه كفانا فساده ما نعولوا على الشدايه وعدل من الجهات الرسميه، نعولوا لا على تضامن المواطنين. احنا شي خسر علينا اننا نعود ونقبوا حمله في المساجد في المنازل في الشوارع في التلاميذ عنه يقاطعوا جميع خدمات شركه شنغيتل، اننا نعود ونحسوها عنا متضامنين مع اخوتنا اخوتنا اللي وعدل لهم الظلم. بس شي خسر علينا اذا عدلنا وقفه تمعدوا فيها في الوقت الحالي بين هون وايام عن اللي عندنا من الرقاش مستعد يعدل يستجاب لها طلب، نحرقه ابو المهات شنغيتل امام الجميع. هذا حق شرعي متحضر، نعود نعتوا لها عن جميع المواطنين الموريتانيين. هاي 20 رقاش اللي فصلوا كلها باهالي، كلها كان وراء اسر عائله اليوم، كلها اليوم اصبح في خطر معناه عن لا مصالح شنغيتل. وندعي من هذه الوقفه
ندعي اللاعب العمل الميداني المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة لجميع خدمات شنقتل. إياك يحسوا وهو الشرائك ما هو لا يمتسوا مصالحهم ما راجعوا قراراتهم اللي أصلا ما هي مبنية على شيء يسوى شنوه. ونطالب الساسة كاملين اللي هم اللي تاني اللي ما بتنشي من أحد عد البيان تضامنا مع الإخوة عنه لا ينسى عن هاي اللي يخرج اليوم يدور يخرج ببلدات أخرى اللي ما يوقفوا ويناقشوا قضيته على البرلمان. وإحنا بالمناسبة أطلبنا من أحد النواب يطرح القضية نهار وهذا في نقاش برنامج الحكومة وجزاه الله خيرا اللي هو النائب محمد أمين السيدي مولود باسم كفانا فسادا وجزاه الله خيرا استجاب وطرح عليهم يقال ما في رد. الرد لا يخلق اللاني تقوموا انتم هؤلاء اللي حاضرين هون كلكم عنده خمس صار يقنعها وهي ما حاصرهم. احنا الناس كامله اللي اجبرنا الناس في المساجد اجبرنا الناس الجيران وكلها عندنا وصافوا حالا والوقت اللي عادوا تختارون مشوا لكم كلها حازل ابن ما وقلع وحرقوا. هذه هي المقاطعه المتحضره هذه اللي لله نعتلوا عنه اللي عادوا كانوا خايفين من الخساره الاقتصادي عن هذا هو لله قعرهم بط. بهذه المناسبه طالبين جميع الموريتانيين خاصة المجتمع المدني منه يعرف عنه هذا لا يعود جار طرف على جميع حقوق ذيك المواطنين الاخرى. نوقفوا في الوقت الحالي وهذا لا هذا لا لا, لا, لا اختبار ان يشحوا هم في هاي المسائل اللي عدلوا ولا يشوفوا عن اجبار حد حقوقه لا يتم تتواصل الصلح ماتل وتتواصل الصلح موريتل والشرائك الاخرى المعدنيه اللي جايتنا كان من الخارج. يقارنين يقعدوا اليوم يشوفوا عن هذا الخطا اللي عدلت وارتكبت شنقتل عنه ما قبل لها وعنه ما قبل لها بصفه ما دفق لها اشكار عنها وقفات متحضره تابعه للقانون يدوروا يراجعوا قراراتهم ويعودوا يعرفوا عنهم يتخموا 20 مره سابق تلاوي قبل قرار كيفتوا في الشرائك الاخرى وشكرا. الآن لهن حاولوا كان نجبروا كلمة للنساء. النساء ما فيها كلمة. بليات حاكم ترند ما في حد ممكن له يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. احنا هذا هو اهالي العمال المفصولين اللي فاصلتهم شركة شنقتل جايين ندوا بعض قاع بهذا الفصل وقفتنا السابعة ونطالبوا من الجهات المعنية انها توقف مع هذا العمال اللي عادوا متضررين من هذا الفصل. التركي يقرا وعندهم ياسر من المسائل اللي لابد لها شهريه للتمتو هي شيء وواحد ما تعيش تقال ما عنده الله واسي. والسلام عليكم. في كلمة ثانية النساء في واحدة ممكن ثانية ما في واحدة ثانية عدلها شاكل عنه قد ايش دار حماية يسوى شنو وكان شاكل عن كل واحد من هذو المفصولين عنه لا يمشي في مساره الشخصي وعنه لا يعدلها قضية شخصية. وبالمناسبة هذا ما وفى عنده عليه هذا الراجل مستهتر موريتاني كامله يسوى وزارات يسوى سلطات مسؤوله لانه مازال مواصل في هذا. يوم الاثنين الماضي اكد فصل واحد من المناديب وسلم له قرار فصله ومعدل عقاب جماعي للموظفين اللي مازالوا يشتغلوا. يامس جرد موظفين كانوا رؤساء مصالح من مصالحهم لانهم كانوا في فتره التربص وخلى لين النهار التالي وفصلهم لان فيهم واحد من مناديب العمال كان من زر الحق وكان من زر الموظفين وابى يعود مع الشركه في قرارها الظالم. راجع ظاهر لكم كاملين عنا نحن هنا تجاه في وطننا وعن الخاطر هو والماشي هو وعنا نحن باقين متمسكين بحقوقنا العاطينا القانون. ونأكد هون للجميع عنها لا مساومة في الحقوق ولا تسمعوا شيء
ما هو من مصادره هون. قرار اللي ينقلوه في اخبارنا اللي ينقلوه هون ولا يسمع به الراي العام، لا مساومه في الحقوق ولا تسمعون ان شاء الله، وناكدوا عن جميع الموظفين الموجودين هوناتي عنهم معانا لانهم من ابناء موريتانيا المخلصين وفي وضعيه كيف وضعياتنا. يا قائل اخلع عنا، يا الله منظمات حقوق الانسان تجي هون للمبنى لانه عاد رمز للظلم ورمز لاهانه المواطنين الموريتانيين. باي موجب يعودوا 20 موظف موريتاني اطار فاتوا قراوا وتعبوا وجاوا ياك يستفاد الوطن من خبراتهم، يجي رئيس يجي وزير يجي معناها مدير تعبان ومستهتر بالقانون وينقصهم كاملين في وقت واحد. ناكد لكم من جديد عنا ما انا قابلينه وعنا ماصرين نضالنا الى تحقيق مطالبنا كلها باذن الله. شكرا. إذا شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، مشاهدي ومتابعي منصة ترند رام. هذا محمد خونا يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.